شو هو الشيء اللي ممكن يخليكم تآمنوا أو تصدقوا بوجود إله؟ بتكون إله يخرج يظهر نفسه، بتكون يجمع البشر ويقول لهم إن كان هو أو هو اللي خلق كل شيء. I love you guys، بحبكم يا شباب. سؤال رائع على فكرة وفكرت فيه لمدة طويلة صديقي. وبرحلة حياتي البسيطة تغيرت الإجابة معي، كل ما أكبر بالنضج أكثر أو بالاستيعاب للأمور كل ما تتغير الإجابة. بيوم من الأيام إجابتي كانت لما كنت صغير بدي الله يظهر نفسه، مو بدي تبع بأنه أنا وقاعد لافف رجل على رجل يطلع، لا متمني أظهر نفسه لحتى يطمئن قلبي، مثل إبراهيم بس ليطمئن قلبي بس يظهر نفسه. هاي كانت إجابتي من يوم من الأيام، إذا إن الله أظهر نفسه هذا شيء رائع خالصين، هذا كافي بالنسبة لي. بعدين كل ما أوعى أكثر وفكر بالأمور المنطقية والتحليلات المبررة وغير المبررة والآخر، صرت أشوف أنه حتى إن ظهر كيان معين شق السماء، هلأ بهاي اللحظة قاعدين إحنا تنشق السماء ويطلع بهذا الصوت الطخين، أنا ربكم الأعلى، أنا خلقت كل شيء. هاي الشغلة رائعة، ما حقلك هاي شغلة حتكون غير مقنعة بالنسبة لي أو صفر، لكن شغلة رائعة ولكن نبولي للأسف غير مقنعة. لأنه سألت نفسي سؤال، أنا شلون فيني فرق بين كيان شق السماء وتكلم معنا ويكون هو فعلا خالق الكون، أو بين حضارة من الكون تبعنا متطورة لدرجة خارقة أكثر ما نحن فينا نتخيل، والأشياء اللي بيعملوها تبدو لنا كأنه هي سحرية وعم يخدعونا بهي الطريقة لحتى يقنعونا أنه في إله. شلون فيني فرق بين الشغلتين؟ الإجابة أنه لا يمكن، مو بس أنا، أي حدا، لا يمكن التمييز بين حضارة متطورة لمستوى لا يمكن تخيله نحن على مستوانا البشري ولإله حقيقي شق السماء، لا يمكن التمييز بين التنتين. فصرت أفكر أكثر أنه مو معقول أنا عايش بواقع، أنا لما بقول أن شق الله السماء وتكلم معنا هذا غير كافي، معناها أنا شخص عايش بواقع ما بدي آمن صفيت كأني، مع أنه ضمنيا أنا عن جد حابب، أنا حابب آمن إن كان في إله أو لا، حابب أوصل للجواب، لكن نفس الوقت عم شوف أنه المنطق والواقع تبعنا بيتعارض مع إعطاء إجابة، لحتى لقيت الإجابة السحرية. ولأن إجابة سحرية اللي حعملكم pause for suspense، وعمل شفة مي. الحمد لله. الإجابة السحرية يا صديقي والمبررة برأيي، وبتمنى حدا يغير لي رأيي إن كان لا يعتقد بذلك، هي على النحو الآتي: إن كان هناك إله فعلا فهو الذي يعلم ما هو الشيء المقنع أو الكافي للإقناع بالنسبة لي. بما أنه مفهوم الإله هو الشيء خارج عن استيعابي وخارج الواقع تبعنا وخارج المكون تبعنا، معناها أيضا الخيار بالإقناع هو بنفس المستوى راح يكون، راح يكون بشغلة بتتماشى مع هذا الادعاء العظيم اللي هو إله. بمعنى آخر، هو الإله اللي بيعرف شو هي الشغلة اللي لازم تكون مقنعة للبشر أو لقصي وهامان. الإله نفسه هو لازم يكون بيعرف. فبما أنه الإله نفسه كلية معرفة، كلية قدرة، كلية مواصفات، هو حرفيا هلأ بهاللحظة إن كان موجود هو بيعرف شو اللي ممكن يقنع قصي وهامان، لكن بنفس الوقت هلأ ما عمله، لأنه أنا وهامان غير مقتنعين، ما بدي أحكي على لسان هامان، لكن أنا غير مقتنع، أنا أبقى غير مقتنع وما عندي تواصل مع هذا الإله. فبما أنه هذا الإله قادر وبيعرف شو هي الطريقة الصحيحة وما تواصل معي لحد هلأ، فأنا مجبر بإجابتين لا ثالثة لهما، إما أن هذا الإله غير موجود أو أنه لا يريد التواصل، مو حابب يتواصل. موضوع القرآن والوحي وجبريل هي أشياء خرافية، نحن بنعرف أنه خرافي حرفيا من خرافات البشر الأولين، لكن عم نحكي على كيان تاني اسمه إله. إما أنه حابب ما له حابب يتواصل لهيك ما تواصل، أو غير موجود. بول ديفيس من العلماء اللا أدريين، يعني ملوش موقف إيماني محدد، لكن هو مايل ناحية إن الموضوع مش عشوائية وعمى وصدفة، الأدلة بتقود إن ده نتاج إحكام وتصميم وإتقان. له كتب كثيرة جدا في موضوع الكوزمولوجي والفيزياء الفلكية والكلام ده كله، من أشهر كتبه The Cosmic Blueprint. Blueprint يعني مخطط، المخطط الكون. فبيقول فيه بالنسبة لي يوجد دليل قوي على وجود شيء ما
يحدث وراء كل هذا. يعني ايه؟ في حاجة وراء الكون خلت الكون بالكيفية اللي هي عليها. ما ينفعش يكون كل ملامح النظام والقوانين والضبط والإحكام والإتقان والتصميم ده كله يكون نتاج عشوائية وعمى وصدفة. أكيد ده مترتب له نتاج خطة بلو برينت. يبدو أن شخصا ما أحكم ضبط أرقام هذا الكون الطبيعية ليخلق الكون. فانطباع فكرة التصميم ساحق. انطباع فكرة التصميم ساحق. يعني انت لما تيجي تدرس الكون بشكل عام وتدرس كل ملامح الاحكام والتصميم والاتقان اللي في الكون، لا يمكن اي عاقل يفكر بشكل عقلاني ومنطقي منضبط يوصل لنتيجة ان دي عشوائية وعمى وصدفة. لازم يوصل لنتيجة ان شخص ما احكم ضبط ارقام هذا الكون. ايه ارقام هذا الكون؟ هي الكون بتاعنا له ارقام؟ هو هنا بيتكلم تحديدا على الثوابت الفيزيائية، زي ما قلنا قبل كده، حاجة زي ثابت الجاذبية، حاجة زي سرعة التوسع الكوني، وثوابت فيزيائية غيرها كتير جدا جدا. الارقام دي، الثوابت دي ليها قيم معينة. هذه القيم مضبوطة بشكل دقيق جدا جدا. حاجة زي سرعة التوسع الكوني زي ما قلنا قبل كده مضبوطة بدرجة 1 في 10 أس ناقص 122، يعني رقم 10 لغاية 122 رقم. لو الرقم ده اتغير بشكل بسيط جدا جدا الكون ما كانش هيستمر اصلا، فضلا انه يسمح بنشأة الحياة على كوكب الارض. لذلك حجة الضبط الدقيق كدليل على وجود الله من اقوى الحجج اللي الملاحدة مش لاقين لها اي مهرب. ربي يعني لا يمكن ان يغيب. ربي لازم يكون سميع، لازم يكون بصير، لازم يكون قدير، لازم يكون عزيز، لازم يكون عليم، لازم يكون حليم، لازم يكون عنده ثواب وعقاب، لازم يكون يجازي. ربي يعني لابد ان يهدي. لما تلاقي الله تبارك وتعالى خلق الخلق وسابهم يبقى مش رب. عشان كده الله عز وجل لما وقف فرعون ده يكلم سيدنا موسى فبيقول له فمن ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني مش بس خلق، لا، ده خلق وكمان يسر له سبيل الهداية. الهداية دي اما هداية لحياته ازاي يعيش. يعني ما تلاقي مثلا الدابة البهيمة دي اول ما تلد ويبقى عندها يعني حيوان صغير رضيع ماذا يفعل؟ على الفور يلتقم الثدي. من الذي علمه ذلك؟ مين اللي ألهمه ده؟ الذي ألهمه ذلك رب العالمين، ما سابوش، وضع ذلك فيه فطرة عشان يعيش حتى ينمو. ثم ببني آدم البشر أو الجن أو غيرهم لم يخلق وانتهى الموضوع، إنما خلق ثم ألزم نفسه أن يهديهم. قال تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. يعني إن علينا للهدى، يعني بعدما خلق الإنسان أنزل له الكتب، أرسل له الرسل، يسر له طريق الهداية. كل هذا لماذا؟ حتى لا يضل، حتى لا يضيع، حتى لا يزيغ، لأنه رب. أن الحس يدل على أن الله عز وجل موجود، الحس والشواهد والواقع، وذلك في أمرين. الأمر الأول إجابة الدعوات، فإن إجابة دعوة الداعين من أعظم الأدلة الدالة على أن الله عز وجل موجود. فإن الإنسان قد يدعو بمطلوب له جلبا أو بمكروب دفعا ثم يؤتى بمطلوبه ويدفع عنه المكروب. فمن الذي استمع إليه في تلك اللحظات ومن الذي أجاب دعاءه في تلك اللحظات؟ إنما هو الله عز وجل. ليس عنده في غرفة نومه أحد ولا على سجادته أحد وهو يدعو الله عز وجل بعبارات وألفاظ لا يسمعها إلا هو فقط، ومع ذلك تأتيه سيول الإجابة من الله عز وجل.
أوليس هذا من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله؟ الجواب بل. Before 1990, I was the typical American. I basically subscribed to the philosophy that the person who died with the most toys wins. I had spent my life accumulating different things of this world, and that was the only thing that I knew. That was the only objective I knew in life. So, 10 months later, in 1990, my second daughter, Hannah, was born. Now, Hannah was taken directly from the birthing room in the hospital to the neonatal intensive care unit. And at the time, I didn't know why. They did not tell me. I was a doctor working in the hospital. It was George Washington University Hospital, one of the most famous hospitals in the United States. That was the hospital where President Ronald Reagan went when he was shot. You cannot fault the medical care at that hospital. They had the highest medical care. So when I found out that my second daughter was blue, I was very concerned. I went and saw her in the intensive care unit from the level of her chest down to her toes. She was a dusky, the only way I can describe it is a gunmetal blue, this deep, deep, dusky kind of blue. So that was the condition of my child. She was dying. Her body was suffocating. Now, as a doctor, I understood what this meant. I had assisted on numerous cardiothoracic surgeries. I knew that this almost certainly meant for this child that she would undergo emergency thoracic surgery. They would cut open her chest. They would replace the vessel with a graft. And these children, in general, don't do well. Whose body was dying for lack of oxygen, and we were just watching her die. They called in a cardiothoracic surgeon from the Children's Hospital across town in Washington, D.C. When he came to see my daughter, I had to leave because I was emotional and I was not helping things. I was not helping them do their job. I left the intensive care unit. I went down the hallway. Because it's an intensive care unit, there's a prayer room nearby. Now, I remember very clearly walking into that room and praying for the first time in my life with sincerity. And I remember it because I had never prayed with sincerity before. Now, a lot of people think that I came to Islam through Christianity. In a way, that's true, and I'll come to that. But at the time, it was not. I was never, at any time in my life, Christian. I used to be atheist. I was one of those who denied the existence of God. In fact, I tried to argue people away from believing in God. At that moment, I realized there was nothing I could do. There was nothing in my worldly power to help this child. And I knew that the only power, if it did exist, that could help my child was the Almighty. So the only way I could pray was to pray, "Oh God, if you are there." And I admitted, I was honest. I said, "I don't know if you're there or not. But if you are there, I need help." And I made a deal. I made a promise. I asked God if he saved my daughter, and then if he guided me to the religion that was most pleasing to him, that I would follow. And I remember those words precisely, asking him to guide me to the religion that was most pleasing to him and promising to follow.
Well, I've been away for maybe 15 minutes. I walked back to the intensive care unit. When I entered the unit, the doctors were huddled around my daughter. When I walked up to them, the cardiothoracic surgeon just looked me in the eye and said she was going to be okay. The doctors around me did not understand it.